Elle-là. Et là, c'est là, 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 oui. Non, là. On y va? ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه ذاكرش بوي. النهارده ان شاء الله تجربه جديده جدا غريبه، اول مره هعملها معاكم. هاكل سوشي لاول مره في التاريخ. سوشي يا جماعه. هنشوف ايه الاصناف اللي هننزلها. انا ونهى، انا اول مره اكل سوشي، نهى تقريبا تاني مره تاكل سوشي. ف يا بنت استني، فهنشوف يا جماعه السوشي لاول مره. اوعي دول مش شايف انا منهم. هناكل سوشي مع بعض. عندنا الفكره اساسا ان احنا ناكل سوشي، وهنشوف هناكل كميه قد ايه. شكرا شكرا. كمل والله اهو. وهنشوف الكميه اللي هنقدر ناكلها قد ايه من السوشي يا جماعه، وانواع السوشي، واول مره نجربه سوا. ويا ريت اهم حاجه نعمل لايك وشير وسبسكرايب، عشان عايزين نكبر العيله بتاعتنا على القناه، وعشان نعمل لكم فيديوهات مجنونه اكتر وتجارب لاول مره برضو مع بعض. ويلا بينا نشوف السوشي بتاعنا يا جماعه هيبقى عباره عن ايه. استنى نهى، حابه تقولي حاجه قبل ما نطلب السوشي؟ لو رجعت في مسؤوليتك. لا ان شاء الله هتعدي على خير يا جماعه. ومعانا على فكره ورا الكاميرا معانا حسام، مش عارفه قول باي حس معانا. لا لا تعالى. ايوه معانا حسام برضو يا جماعه، داخل معانا في المعركه دي. ف ايوه حسام اهو. ف فهنشوف يا جماعه السوشي لما ينزل معانا ونوضحه لكم سوا. يلا بينا. واخيرا بعد طول انتظار، بس واخيرا بعد طول انتظار يا جماعه الاكل نزل لنا. نوريكم ده الاكل اللي جه، هندوق سوا ونشوف فيه ايه. وانا كمان سوا. وده الطلب الثاني بتاع حسام ونهى، هتقلبه كله. يلا بينا ندوق. ايه عنده عنده. طيب بسم الله. ايه مسهل. هي اول حاجه الماسكه مش سهله خالص. ده اول نوع، طبعا مش هقدر اشرح لكم هو عباره عن ايه لان انا مش فاهم حاجه، بس ندوق ونشوف. هو انا كنت عايز انزل تاني. دي ما جربها دلوقتي. دي حاجه يعني سبايسي، بس برضو ما اعرفش المكونات ايه. الاولانيه ما فهمتش حاجه طبعا. ده جلاش بتاعت الزفره. الموضوع ده صعب شويه. تشوب ستيك. ايه حاجه حلوه. دي رز وعليه سلمون، ومن جوه في تقريبا سلمون برضو جوه. هتقع اهي. بص بتاع دي نجربها بالترياكي صوص. استنى نطلع دي كمان شكلها حلو. بص حلوه الصوص الترياكي ده، حلو مسكر لذيذ. ايه تاني ايه تاني؟ حلوه. ممكن تاخد حته من دي؟ دي زي رز ومقلي، وجواه جواه زي كابوريا، الستيكس بتاعت الكابوريا. جوايدك ال حسام دلوقتي نوح اشتغلته وقالت له كل الوصابي مش هيكمل اكل. ده الوصابي يا جماعه، الصوص الاخضر اللي كنا بنتكلم عليه ده. طب انا مسك في الشوبستيك بتاعتي. ايوه بعد اذنك.
عشان ده فصلان. اوعي خدت درس المخلوع. افتح سنانك يا بنتي. استني كده احنا جربنا ادي نوع 2 3 4 نجرب الخامس. بقول لك ايه ده بص شكله عامل ازاي من بره هنا الناحيه الثانيه هنا. ده حلو. ده جواه تقريبا افوكادو اخضر اهو افوكادو. وما اعرفش الناحيه الثانيه فيه ايه. الناحيه الثانيه غالبا رز. احنا لسه ما ذقناش دي. شكرا. هو ليه بتقع في المرحله دي؟ لا 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 هو ايه دي؟ طبعا بتاعها دي هو ده سويت شيري صوص. انت اكلت الترياكي صوص؟ يعني حامي ولا ايه النظام؟ ترجم لي ايه؟ ما تقول الوصابي ده. هو ده مش وصابي ده كان زبيب وصابي. اه ايا كان. ثانية واحدة في حاجة غريبة الانواع غريبه. انا مش فاهم اي حاجه. انتوا عندكم ايه؟ عندهم ايه ده؟ دول عندهم حاجات بالجمبري المقلي. دي تقريبا مفتقه. دي ده ترياكي المفتقه بتاعها. ده ترياكي صوص. طب انا عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. ده ايه؟ باميه يا بنت. بس عشان حمية. انا باكل بالعافيه. حمية. لا حاميه. انا تعبت يا لهوي. لا بص بقى كده ايه ده ايه ده. المعنى كل ما امسك حته بتقع في الصوص. وانتم متمكنين عني ليه؟ ولا دي مش مظبوطه؟ تاني مره تفرق عن اول مره. دي اي هبت ايه دي؟ دي في سلمون حواليها ومن جوه رز. وغالبا دي اللي جوه. دي اللي من جوه فيه افوكادو. افوكادو سباني خليه بس انت جاي. تجربه جديده وغريبه قوي لان حاجات اول مره ندوقها غريبه قوي قوي. ايه حسام بيقول لي يا ريت ما تتكررش تاني. يعني تجربه اول مره. كل حاجه لازم يبقى فيها اول مره. ده انا لسه اللي حلو ده انا مش عارف امسكهم يا جماعه. ده ورق عنب. يلا هو ايه ورق عنب. انا بوظت الدنيا. انا عايز ده برضو لسه ما جربناهوش. ما اعرفش هنشوفه عامل زي التورته تقريبا. هنشوف. ده حلو. ده ما جربناهوش. ما تفهمنوش هو حادق ولا حلو ولا مر. ما ده فيه جبنه. ده اللي هو غالبا اللي فيه الجبنه الفيلادلفيا يا جماعه. ايه عايز ايه؟ عايز امشي. حسام بيستسلم وعايز يمشي يا جماعه. دي اللي هي المقلية وفيها فيها كابوريا من جوه. فيها جبنة برضو. المقلي حلو بالنسبة لنا احنا. احنا جبنا بيبسي من بره يا جماعة عشان البيبسي هنا غالي. هنطلعه دلوقتي في الخباسة من تحت الترابيزة. حسين كمالك حسين. عربية سجوء. بس انا عايز اكل سجوء. عربية سجوء على اول مصر يعني خلص. بيبسي دايت بقى مع الحاجات الغريبة دي عشان ايه يبلع. هجيب لكم دلوقتي البيبسي بتاعكم. عادي لو ممنوع انا. بغير الطعم بقى عشان الموضوع صعب قوي. نوها بتفتي مع نفسها. المايك هنا عشان لو عايزه صوتك يوصل. يعني ما تروحيش هناك. هو انا كنت ناوي اكل كميه عشان نبقى متفقين بس يعني ما وعدتكمش. هو ايه؟ لا ما فهمتش كده جامد. المقلي هو الحلو يا جماعه بالنسبه للاول مره ياكل سوشي.
غير مقلي مش هيعجبك. لا ايه اللي انا كده انا رزق انا كائن رزق ما انا انا يا ريت بعرف حتى بس 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 لا لا كده لا لا ده المقلي ده خلينا في المقليات يا جماعه المقليات افضل 100 مليون مره. ده عارف استفيده وفاهم انا باكل ايه. المقلي احلى المقلي احلى بكتير بكتير. مية 23 ولا 22 يا صعب؟ طب والله في حاجة حلوة والله المقلي حلو. ما تدينا بيبسي ما تعمل اي حاجة احنا حاسين ب ما فيش كوبايات حتى هتشربوا زي بتاعة كبيرة اشربوا من دي بقى كده ما شاء الله. انا قلت لهم اشربوا من دي الاثنين هجموا بق بس غمطوط عشان ايه عشان غمطوط ايه ده عينهم هيخلصوا. اتفضل يا نوى دي كده عبارة على دي ايه ده في قطعة لوحدها كده القطعة دي مش عارف هوصل لكم بيها ولا لا بس هي غريبة او عاملة زي ما يكون عليها مش بس انا مش عارف هي عبارة عن ايه. لا ما ينفعش ما ينفعش قولي كان يدي لنفر واحد. طب ايه ده دي بحسها شعرك في عيني دي بحسها يا بنتي استني بقى دي حاسها عامله زي الجتوائي. شكرا ما قعدتي تعطليني لغايه ما وقعت. شكرا يا فندم ميرسي زوار. سكره غريبه خد باله بسرعه مش عارف اطلب تاني ولا لا. لو سمحت لو سمحت كنت عايز ازود عايز المقالي واللي هي اللي فيها الفلادلفيا الحاجات المقالي واللي فيها الجبنه فلادلفيا فيها الجبنه والسبايدر رول ده والليمون اسمه ليمون ايه؟ هوت ليمون. هي كانت فين بقى؟ الضوء الاخضر. ايه؟ الضوء الاخضر انا لسه معمول فين؟ هعملها تاني. السوشي طلع تقيل مش خفيف، تقيل. قولي كان ايه طيب؟ تقولي؟ مبسوط جدا تجربة يا جماعة جميلة والله بس المقلي المقلي كويس والله المقلي كويس المقلي مش بطالة يا جماعة. هو انا لغاية دلوقتي كلت ايه؟ انا كلت تقريبا حوالي 25 حتة فكويس ولسه ان شاء الله مكملين. تقيل بلع بحاجة انا مش قادر على فكرة انا هو الاكل تقيل ولا انا ما يا ابني ما شاء الله. طب يلا كملي بابا امال انا ليه مش قادر. جميل يا حسن شربت طعم حاجة عارفاها. طب ممكن طب انا يا جماعة مش عاجبهم التجربة دي خالص والله تجربة جميلة. بص خلصت الأكل كله بتاعها وبتقول لي مش عاجبها. أنا هو بتاع الكام حاجة تاني واحدة خلصني الطبق ده عايز أخليها عايز أعرف إيه اللي فوق ده تونة؟ بأمانة؟ ليه؟ ده عندي مش عاجبه. انت لو شفت الرياكشنات بتاعت حسام عامله ازاي مسخره الكوميديا لازم يطلع وربنا معانا. طب قوم بص قوم بص
انا نطلع لما نبقى رايحين عاوز ربيع كبر الصبح هطلع معاك. طب دوق الصفرة دي وحشة قوي، بطلت تشتغلين وحشة قوي. طب دوق حبة البركة. هو انا غالبا هستسلم شكلي يا جماعه، هخلص ال 32 قطعه دول وكان نفسي اعدي ال 50 بس الموضوع صعب صعب، التجربه مش قد كده مش قد كده. انت عجبتك التجربه؟ هي الحلو فيها والله بجد لا المقلي، يعني لو كان كله مقلي كانت تبقى تجربه حلوه، انما في النص حاجات مش قد كده. ف مقلي وده مقلي وده مقلي وكلهم مقلي. لا مش كلهم مقلي. قولوا شبك كلش مش عارف. عارف حلاوة المولد؟ يبقى فيها واحدة زي دي. انا نفسي افهم ليه بتاعتي بتقلب بتروح في حته تانية خالص. والله حلاوه المولد بقى واحده زي ما دي فعلا عامله. حسام بيقول عامله زي حلاوه المولد اللي هي اللي بيبقى فيها فيها عليها ايه من فوق الجيلي ده نفس الشكل في النص فصل. انا عايز اوريهم شكل حسام. ده مثلا في سخورين بس ولاد ناس
اخيرا عملنا ريفيل ورجع تاني، بس هو رجع جاب لي 32 حته تاني يا جماعه. الناس دي بتهرج، انا مش هبتدي من اول وجديد، لا لا مش هقدر. يا لهوي، بص اهم حاجه انه زي العملاء. بس بس دي انا بحب انا ايوه يا رب. طب نبتدي بايه؟ لا ده بصي عامل السندوتش ده كتير قوي فرحه، يعني حاطط لي مثلا بتاع 15 قطعه من الاخ المقلي ده، بس هو كان حلو يعني ما كانش بطال. انا بص على شكل حلو سخن حلو بجد. لطيف وهو سخن. اديني بيبسي اشرب اديني. ايه لا ايه لا زوت لا لا جواش قوي نعرف هوني ده بتاع دي جديد دي زي الهال بس عشان مش قلب غد لا يا عم دي زفرة عشان يتفل ما دي انا بقى لما رحت الدنيا بتاعتي برضه اللي كلتها دي وحشه قوي يا جماعه، وحشه قوي قوي بتاع الزفره دي اللي قال لك عليها. هو جابك عشان ايه؟ بص ما ترفلش تاني. ما انا مش هرفل تاني والله، ولا هكمل الرفل ده. بقول لك ايه، البقلاوه دي عايزين دي دوقي. دي جديده دي برضو، دي اول مره. ثانيه واحده معلش يا جماعه، اجيبها لكم عماله تقع. دي مش عارف ايه اللي جوه برضو، بس يعني ده انا ورق عنب. ده ورق عنب ماشي، ده ورق عنب نعتبره ورق عنب. ده حلو، ده معروف يعني رز و ما بيطلعنيش مع التجربة تكون عارف شيبسي بصوص الملح والشباعة ومعه. ده في جمبري من جوه، ده حلو ده. ده ده في جمبري من جوه. ايوه ما ورق عنب بالجمبري. ورق عنب بالجمبري حلو. سيبني فكرتي دي اللي هي دي؟ لا اسمعي دي مش اللي هي دي خالص. دي فيها ايه من جوه؟ دي مش عارف فيها ايه، بس عماله تنقط الصوص. هي جميله خالص. هي فين فيها جمبري؟ بقول له مفيش شيبسي بكراسي البحر. شيبسي بكراسي. المقلي حلوه، لا المقلي لذيذه والله. ازاي عشان اغلبيه الناس بيقولوا مقلي؟ لا المقلي حلوه يا جماعه بجد. يعني انا شبعت بس لما باكله دلوقتي حلو. انا مبسوط. انا مبسوط. دي فيها ايه؟ دي فيها من جوه، دي فيها من جوه كابوريا ورز وكابوريا مقليه برضو. دي قسم المعادي اول شارع علي قسم المعادي وسال قسم غسلات. حلو المقلي وهو لسه سخن مع برضه ليه طعم تاني احلى بكتير من لما يبرد. بتاعي انت مكلتهاش قبل كده؟ اه لسه. اه في دي لسه، دي لسه اول مره، اول مره ندوقها برضه. هنشوف عباره عن ايه. انا كلنا عايزين نمشي. التجربة دي هو انا وصلت طب ل 50 قطعه ولا لسه؟ هو الاول كان 32. عد بقى دول فضلك
ما دول كانوا 32 بقى نخصم بقى ده لا على 50 كده لسه بدري لسه في 10 حتت ولا حاجه لا مش 10 قول عشان انا عايز اعرف اكلها هنجرب دي يا جماعه اول مره نجربها من اول يوم فربنا يستر نفسي تطلع بطاطس يعني انا بتمنى وصل اليوم اللي انا بتمنى ان انا تبقى دي بطاطس اللي بقى البطاطس اللي بكرهها طول عمري بس نفسي دي تبقى بطاطس حلو اه بدنا عشانها بتاع السوشي بياخد البتاعه وتحس انك بتاكل دي كلها من جوه جبنه فيلادلفيا كلها من جوه جبنه فيلادلفيا فتقيله جدا 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 دي حطيناها هنا بالطريقه جموت تقدر تصور كده انا ما قلتلكش انها حلوه والله انا كنت متخيل انه ممكن تبقى جبنه في لا طب يا جماعه كانت القطعه الاخيره كنت اكلها بس جت في الوصابي فمش هاكلها نختار قطعه تاني نختار السندوتش دي مكتوب كده دي القطعه رقم 50 وهنضطر بقى نستسلم مش هناكل اكتر من كده 50 قطعه كويس كسوشي تقريبا كاول مره سوشي واخر مره سوشي واخر مره سوشي على راي حسام خمس قطع حلوه قوي ما هو 50 عشان مش ناوي اكله تاني
51 يعني؟ عشان عايز ناكل 51 يعني واحدة تاني. حاضر ربنا يسامحك. أنا مش قادر. اخر قطعه بجد بقى 51 خلاص. ما دي في دي لا دي ما عجبتنيش بس برضو مش هكسف حسام. حاضر حاضر. ما هي هتقع دي اخر قطعه معانا يا جماعه. دي القطعه رقم 51 وفعلا هي عامله زي بتاعت حلاوه المولد وهتقع ونلحقها. لحقناها الحمد لله. وبكده يا جماعه نكون خلصنا التحدي بتاع النهاردة اللي هو كان تجربة السوشي. تجربة مريرة فيها حاجات حلوة وفيها حاجات مش حلوة. فياريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو عشان احنا تعبنا فيه والله وصرفنا فيه جامد قوي قوي الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا سبسكرايب. اهم حاجة عايزين نكبر العيلة بتاعتنا قوي. لايك شير سبسكرايب ونشوفكم في فيديو جديد. وكان معكم جوزة كاش بوي. سلام.